أنا عايز بس المشاهد إنه يعطي نفسه لحظة يمسك الإنجيل وما يرتاب، حتى لو أمسكت حتى كتاب وثني أو كتاب ملحد، أنا ما بتفرق معي، يمسك الكتاب يتأمل فيه ويلاحظ ويقف عند النقاط هاي ويتساءل مع نفسه، هل يعقل أن هذا الشخص هو مجرد نبي؟ ليش باقي الأنبياء مش مثله؟ ليش يتميز بخروقات يعني ما صارت لأي نبي آخر؟ ولادته من عذراء، تتميم النبوات، نعم، قيامته من الأموات، يعني الشخصية فعلا فريدة.